احنا كمتقاعدين الجيش الوطني عندنا 3 سنوات واحنا في النضال، واليوم خرجنا عندنا خوتنا راهم معتقلين وراهم في السجون، واليوم رانا جينا نوضحوا الراي نتاعنا للمؤسسه العسكريه باللي نحن ماناش ضد المؤسسه العسكريه، رانا احنا رانا مع المؤسسه العسكريه ومع الشعب ومع الحراك الشعبي. وحنا شكون الاسباب نتاعنا؟ سعيد بوتفليقه مول خاتم الجمهوريه.